multiplying decimal by an integer multiply 21.54 by 5 forget the decimal point كأننا مش شايفينها تبقى 2154 by 5 نقدر نحلها حلها زي ما كنا بنحلها قبل كده في primary 4 ولا في primary 3 كنا بنعمل multiplication عادي جدا 5 by 4 then 5 by 5 then 5 by 1 then 5 by 2 يبقى 5 هعملها ملتبلاي مرة باليونيتس مرة بالتينز مرة بالهندرس مرة بالثوزندشت اوكي فورجيت الديسيمل بوينت هننساها خالص 5 multiply 4 equals 20 يبقى 0 and carry up 2 then 5 multiply 5 equals 25 25 plus 2 اللي هي الكاري اب تبقى 27 put 7 and carry up 2 then 5 multiply 1 equals 5 بلاس الكاري اب 2 تبقى equals 7 اوكي واخر حاجه طبعا 5 multiply 2 تبقى equals 10 بنكتب ال 10 كلها تبقى 10770 دلوقتي بقى خلصنا جبنا الريزلت بنشوف الديسيمال بوينت اللي احنا كنا نسيناها في الاول الديسيمال بوينت افتر 2 ديجيتس طبعا فروم ذا رايت احنا بنعد من اليمين يبقى put ال decimal point after two digits from right، okay decimal point after two digits، then put the decimal point after two digits في الـ result from right، طبعًا عندنا فيه zero في ال right hand side في ال decimal، أقدر أكنسله، اتفقنا إن فيه دايمًا الزيرو اللي في ال right hand side في ال decimal، أو الزيرو اللي في ال left hand side في ال decimal، دول مالهمش ما لازمة، أقدر أزود أو أكنسل زيرو براحتي from right hand side in decimal أو left hand side in the number okay again 3.7 multiply 52 forget decimal point كانها 37 multiply 52 okay نعمل ايه 2 by 7 equals 14 put 4 and carry up 1 then multiply ايه between 2 and 3 2 مره اعملها by 7 ومره by 3 okay 2 by 3 6 and carry up 1 يبقى ايكوال 7 اوكي كده خلصنا ال2 نبتدي بقى ندخل على ال5 ال5 دي في التينز ديجيت ال5 هعملها مره باي 7 ومره باي 3 5 ملتاي 7 ايكوالز 35 بوت 5 اند كاري اب 3 طب بوت ال5 فين كنا بنحط ال5 فين هي في التينز ديجيت يبقى بوت ال5 ان ذا تينز ديجيت تحتها اوكي okay. مش هكتبها بقى من الاول لا بكتبها تحتها ان ذا تينز ديجيت يبقى 5 by 7 ب 35 put 5 and carry up 3 then 5 multiply 3 equals 15 and carry up 3 will carry up 3 يبقوا كام 18 طبعا إن هو اخر نمبر فاحنا نكتبه كامل then make addition between the two numbers the two results 74 plus 185 4 plus nothing equals 4 7 plus 5 equals 12 يبقى put 2 and carry up 1 1 plus 8 هتبقى ايكوال 9 وطبعا ال 1 اللي في الاخر خالص هينزل زي ما هو يبقى 1924 خلاص كده ريزلت نبتدي نفتكر بقى مع بعض الديسيمال بوينت اللي احنا كنا نسيناها في الاول we have decimal point after one digit from right 3.7 يبقى after 7 from the right hand side after one digit then put the decimal point after one digit okay سهلة نفس اللي احنا كنا بناخده قبل كده في الاخر بس بنحط the decimal point again 0.326 multiply 17 ال decimal point هنا after three digits نكنسلها كأننا مش شايفينها يبقى كأني بعمل multiply between 326 by 17 هنكنسل the decimal point okay First, 7 by 6 24. Put 2 and carry up 4. 7 by 2, 14 plus 4, 18. Put 8 and carry up 1. Then 7 by 3, 21 and carry up 1. يبقى 22 رايت 22 كامله طبعا الديسيمال بوينت والزيرو خلاص احنا شلناهم انا عندي نمبر 326 ما عنديش 0.326 اوكي okay? نمبر اونلي then multiply بقى 1 by 6، وبعد كده 1 by 2, 1 by 3. أول حاجة 1 multiply 6 equals 6. write 6 فين؟ under 10th digit. ال 1 ده 10th digit. يبقى بكتب الـ ال عندي في الـ 10th digit. ببدأ from 10th digit. start with 10 digit. 1 by 6 equals 6. 1 by 2 equals 2. 1 by 3 equals 3. Start from the 10th digit. Then نعمل إيه؟ Add the two results اللي طلعوا عندي 2282 plus 326. ال 2 plus nothing. مفيش حاجة تحتها. تبقى إيكوال 2. 8 plus 6 هتبقى إيكوال 14. طبعا write 4 and carry up 1. 1 plus 2.

الملتبليكيشن وبعد ما عملنا الاديشن في الاخر في الريزلت خالص بنحط الديسمل بوينت